السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باشمهندس سلة فاضل معاكم مهندس سلام جميل، وإن شاء الله هنبدأ كورس الريفت الإنشائي. الحمد لله الحمد لله. بعد كده يا باشمهندسين عايزين نتعلم مع بعض إزاي أقدر أرص البلوكات في المنطقة اللي هنا وأفرد السوليد بارت إزاي والكلام ده كله. عايزين نتعلم مع بعض، لو حضرتك فهمته هنا هتقدر تطبقه على البروجكت ككل. أولاً بعد ما بفرد الهيدن بيم باخد الكلير سبان الموجود عندي، يعني بقيس من هنا لهنا أشوف الكلير سبان الموجود عندي قد إيه، من هنا لهنا برضو الكلير سبان قد ايه. انا لو عايز اظبط اليونتس شويه بتاع البروجكت ده هقول له يو ان، بلاش الملي حاليا، هختار من هنا واقول له متر اند سنتيمتر، قربها لي لاقرب سنتيمتر بالشكل ده كده. اوكي اوكي، ده كده 4 متر 59 وده 5 متر و 20، خلي ده 4 متر 60 وخلي ده 5 متر و 20. ده كده ابعاد البلاطه الموجوده عندي، هاخدها بره عشان ادرسها بالشكل ده كده. ادي البلاطه اللي انا عايز ادرسها اهو، كلير سبان ده كده 5 متر و20، ده كده وده كده 4 متر و60. خليني فاكر ان كل ده دروب بيم ما عدا بس فقط هنا في هيدن بيم، هنعرف ليه دلوقتي. طيب ملحوظه برضو يا باشمهندسين عايز اقولها، في حاجه عندنا اسمها الاكس ريب او الكروس ريب. لازمته ايه الاكس ريب او الكروس ريب ده؟ ده عباره، ادي البلوكات عندنا مرصوص اهي، ده وان واي هولو بلوك اهو، ادي الاعصاب اهي. لازمته ايه الكروس ريب ده؟ قال لي ده الراجل ده عمودي على الريبات عشان يقلل من قيمه الديفليكشن الموجوده عندي على السقف. هو طبعا بيكون الستنس بتاعته اقل من الريبات الرئيسيه عشان كده بهمله، بس وظيفته ان هو ايه؟ يربطهم ببعض عشان الديفليكشن الكبير، خصوصا فين؟ في نص البحر. لو الاحمال زادت عندي، لو كان عندي احمال كبيره هستخدم 3 كروس ريب. ليه؟ عشان اضمن ان في واحد اهو وواحد اهو والثالث في النص، لازم يبقى في واحد فين؟ في النص. لو في 7 متر ممكن نستخدم 3، يعني حضرتك ممكن لو 7 متر واحمال عاليه تستخدم 3 كويس جدا كاكس ريب. انا هستخدم حاليا ايه؟ 1 كروس ريب. ادي عندنا ادي الريب اهو اهو، وادي الثاني، هسيب فراغ ما بينهم للكروس ريب اللي انا بقول لحضراتكم عليه اهو، وادي الراجل عندنا. تعال بقى نشتغل يا باشمهندسين، هنقول ان اكس دايركشن في اتجاه الاكس، انا عايز احسب الاعصاب اللي عندي في اتجاه الاكس. هتقول لي البعد الصافي اللي هو 5 متر و20 ايكوال تو، ايكوال تو ايه يا باشمهندس؟ هتقول لي انا عندي كام بلوكه في اتجاه الاكس، حضرتك عايز تفرض كام بلوكه؟ هتقول لي عدد البلوكات اللي هو ان في 2 من 10. ايه يا باشمهندس ال 2 من 10؟ ما احنا عارفين يا باشمهندس ان ده 4 من 10 بتاع البلوك وده 2 من 10 بتاع البلوك اللي احنا اتكلمنا عنه. يبقى عباره عن ان في 2 من 10 زائد في عند حضرتك اكس ريب، العرض بتاعه بيكون نفس عرض الريب لحضرتك. احنا قلنا في دول الخليج المعظم شغال 15 سم عشان ده افضل، قلنا يا 12 يا 15، بس الافضل تخليه 15 عشان التسليح ويبقى حاجه كاميرا محترمه، انما الكاميرا ال 12 دي بتبقى صغيره جدا. زائد 15 من 100 في 2، ليه يا باشمهندس في 2؟ في كاميرا هنا ساقطه وفي كاميرا ساقطه، طالما في كاميرا ساقط بسيب سوليد بارت هنا وبسيب سوليد بارت هنا. لو هيدن بيم ما بسيبش السوليد بارت يا باشمهندس، عرفتوا ليه انا بقول هيدن بيم؟ بتبقى لازقه لان هي يعتبر سوليد بارت ايه؟ اساسا. زائد الكروس ريب اللي هو ايه؟ نفس العرض بتاع مين؟ بتاع الربات الموجود عندنا. تعالوا نجيب الكالكوليتور كده ونحسب من هنا عدد البلوكات الموجود عندي. قلت له يا باشمهندس 15 من 100 في 2 بلس 15 من 100 اهو 5 2 من 10 ناقص انسر ايكوال تو اهو على 2 من 10. يبقى اذا عدد البلوكات عندي يا باشمهندس 23 75، ان بيساوي 23 75، يبقى استخدم قد ايه؟ قال لي يا باشمهندس بنستخدمه 23 بس. ليه يعني يا باشمهندس؟ قال لي لو حضرتك زودت يا باشمهندس، انا اسف 23، حضرتك يا باشمهندس لو استخدمته 24 يبقى كده سيادتك بتقلل السوليد بارت الموجود عندنا هنا ده، وانا ما بقللش السوليد بارت. طبعا احنا قايلين من نص الكاميرا 20 سم صافي اقل حاجه، يبقى في الحاله دي باخد بلوك قليل عشان ازود السوليد بارت. يبقى اذا 5 متر و20 بيساوي 23 بلوك في 2 من 10 زائد 2 في اكس الله اعلم اللي هي السوليد بارت الجديد زائد 15 من 100 راجل الموجود عندي بالشكل اللي قدامنا ده كده. في حاجه غلط، معلش انا اسف، المفروض 2 في 2 من 10 مش 15 من 100، انا معلش انا اسف يا جماعه، 2 من 10 احنا قلنا اقل حاجه للسوليد بارت يكون 20 سم مش 15 سم. هرجع احسبها تاني، انا اسف، 2 من 10 في 2 بلس 15 من 100 بعد كده 5 متر و20 ناقص انصر على 2 من 10، 2 من 10 اللي هي البلوك نفسه، يبقى كام؟ 23 وربع، هي طلعت 23. يبقى اذا بيساوي 2
23 في 2 من 10 زائد 2 في اكس الجديده بقى اللي انا هطلعها زائد 15% اللي هو الاكس اللي باذن اطلع من هنا الاكس اللي هو ايه السوليد بارت الجديد هيطلع بيساوي يا باشمهندسين قلت له يا باشمهندس بيساوي 5 متر 20 ناقص 23 في 23 في 2 من 10 ناقص 15% ايكوال 2 هيدينا كام تقريبا حوالي 45% ده 45% ده ايه اهو الاكس بس 45% يبقى اذا هستخدم من هنا 45% واستخدم هنا 45% ده كده يا باشمهندسين 2 فيكس انا اسف نسيت اسمع الاثنين يبقى اذا على الاثنين مش عارف مش مركز ليه على الاثنين عشان اجيب الواحد بس على 2 هيديني كام يا باشمهندسين تقريبا عشان خاطر كان في ربع بلوك بس زياده حوالي 225 السوليد بارت يبقى علامه 2225 يبقى انا هسيب من هنا 225 واسيب من ناحيه 225 تعالوا بقى في الاتجاه الواي دايركشن ان واي دايركشن قلت له يا باشمهندس في اتجاه الواي البعد الصافي 4 متر و60 ماشي يا باشمهندس 4 متر و60 هيساوي انا عندي بس واحد اكس واحد بس سوليد بارت ليه واحد بس عشان الثاني مع الهيدن بي فما فيش سوليد بارت ماشي مشكلتك هنا يا باشمهندس انت عندك مجهولين ايه هما انت هنا عايز تعرف عدد البلوكات في اتجاه الواي كام وعدد الربات كام بس المعلومه اللي احنا عارفينها ان انا مع كل اتنين بلوك موجود رب يعني ده بلوك وده بلوك ادرب ده بلوك وده بلوك ادرب فانا ممكن اعمل علاقه بنقول ايه هقول زائد عدد البلوكات ان هضربها في عرض البلوك اللي جوه اللي هو 40 سم ما احنا عارفين ان عرض من هنا 40 سم زائد بقى ان ناقص 1 في الرب عندنا اللي هو كام هنخلي العرض بتاعه كام 15% بالشكل ده يبقى انا كده في الحاله دي اعرف اطلع قيمه الان الموجود عندي طلع عدد البلوكات عندي يا باشمهندسين ان هنا ايكوال 2 زي ما حضراتكم شايفين 8 و2 من 10 يبقى انا خليها 8 بلوكات هرجع اقعد في نفس المعادله عشان اطلع السوليد بارت الجديد اللي هو 6 متر 40 بيساوي اكس اللي هو السوليد بارت زائد 8 في 4 من 10 زائد 7 في 15% زائد 7 في 15% اقدر اطلع من هنا يا باشمهندسين الاكس بارت الجديد اللي هو الاكس عندنا هيطلع ايكوال 2 تعالوا نشوف كده نحسبها ونطلع الرقم عندنا هيطلع معانا يا باشمهندسين بيساوي 35% 35% يبقى انا كده يا باشمهندسين حليت البلان بتاعي تعالوا بقى نرسم الكلام ده في عندنا اسلوبين يا باشمهندسين عشان ارسم الهولو بلوك سليب في الاسلوب الجديد اللي برنامج السيف بيتبعه زي ما حضراتكم شايفين كده ان هو بيعتبرها بلاطه هيدي البلاطه طبعا زي ما احنا شايفين كده انا معرف الهيدن بيم برضو على انها سليب لان ده افضل حاجه ليها عرفتها على انها سليب وادي اللي ادي الهولو بلوك لو حضرتك ضغطت هنا على سيت ديسبلاي اوبشن ولغينا شو انترنال ريبس دي لو انا لغيت الانترنال ريبس هتلاحظ ان هي بلاطه عاديه جدا خالص يا باشمهندسين هي بلاطه يبقى لها تعريف جوه البرنامج وده الاسلوب الجديد ان انا ممكن ارسمها كبلاطه اسهل لي بكتير جدا ان انا ارسمها بلاطه جوه البرنامج وجوه برنامج سيف اعرف الخصائص بتاعتها لو حضرتك شغال على برنامج زي برنامج الروبوت يبقى لازم حضرتك ترسمها كربات ككاميرات برنامج الروبوت او برنامج السيف خلينا هنتبع الاسلوبين هنرسم مره كده ومره كده فهروح هنا اول حاجه على ستراكشر هقول له من هنا كده فلور على طول ايدي تايب دوبليكيت واسميها هولو بلوك 28 سم ماشي يا باشمهندسين على طول دايركت هقول له من هنا بسم الله الرحمن الرحيم ايدي تايب هقول له دوبليكيت هقول له ده كده سلاب عشان ابقى عارف برضو ان دي سلاب ريب كام 28 اقول له اوكي وهي خلاص واخده 28 سم خلاص مفيش اي مشكله هقول له ايه اوكي بالشكل ده كده بس الاول انا برضو عايز اعمل السوليد بارت السوليد بارت الاول 28 هقول له ايدي تايب برضو زي ما احنا متعودين يا باشمهندسين دوبليكيت ايدي تايب دوبليكيت هقول له من هنا دوبليكيت هقول له ده كده سوليد بارت 28 سم اهو اقول له اوكي اوكي تعالوا بينا نرسم السوليد بارت نبدا اول حاجه بالسوليد بارت الموجود عندي هروح هنا على البلان هنا هختار ريكتانجلر من هنا كده وهرسم من جوه جوه اهو من هنا لهنا كده بالشكل ده كده يا باشمهندسين من جوه جوه ماشي كده انا عملت مين كده اول حاجه انا عملت السوليد بارت بس انا عملت اوكي هيرسم لي دي بلاطه مقفوله انا مش عايز كده انا عايز اعمل كمان بلاطه جواها ليه يا باشمهندس عايز تعمل كمان بلاطه جواها وليكن ارسم كمان بلاطه بوفست صغير مثلا وليكن بوفست 10 سم مثلا
ليه يعني يا باشمهندس؟ لما حضرتك بترسم كمان جواه حاجه بيخليك اللي جواه ده فراغ. يعني مثلا انا رسمت مستطيل كده اهو، ده كده بلاطه، عملت كمان مستطيل جواه يعمل لي ده كده فراغ، لو عملت كده كمان مستطيل جواه يعمل لي ده كده فراغ بلاطه، يبقى هنا دي كده بلاطه فراغ، بلاطه فراغ، وهكذا. ماشي كده يا باشمهندس؟ فانا اقول له وليكن اوفست 1/10، 1/10 متر، وارسم برضو هنا اهو اللي جوه، خليها بالسالب عشان نرسم لجوه سالب، واختار من هنا لهنا برضو. باشمهندس بس الاوفست مش يا باشمهندس مش سالب، مش انا اسف مش 10، امال كام يعني يا باشمهندس؟ احنا عارفين من فوق هنا ان حضرتك لسه مطلعه 35%، 35%. طب اعمل ايه؟ خد خط دايمنشن انوتيت، اعمل الاين دايمنشن عادي خالص جدا، الاين دايمنشن اهو، خد خط دايمنشن من هنا لهنا، اعمل زوم بس كده، وناخد خط دايمنشن من هنا لهنا. مش مظبوط حتى كمان قوي، ممكن نعمل حتى اللاين الاول للخط، اللاين، اعمل تاب بس كده الاول، تاب عشان اختار الخط، تاب، المسافة صغيرة عشان كده ايه بيعدي. طيب هاخد تاني معلش يا باشمهندس انوتيت اللاين دايمنشن، هقيس بقى الخط من هنا لهنا، من هنا لهنا بالشكل ده كده، وبعد كده اختار الخط اللي انا عايز اوجه له. ماشي كده يا باشمهندس؟ اختار الخط اللي انا عايز اخليه هو اللي ال اهو، امسك ده، هتلاقي الخط الدايمنشن ده صغر، تضغط عليه ضغطه، ده كده 10 سنتي، فانت تقول له علامه 35% متر، ممكن تقول له ام لو انت مش متاكد من الوحدات، هو اوتوماتيك هيفهم ان هو ايه متر. خلاص سكيب، واعمل ده ديليت. بنفس الاسلوب هعمل الاثنين التانيين كده يا باشمهندس. يبقى انا عملت من هنا 35%، ومن هنا علامه 225، ومن هنا علامه 225. الخط اللي تحت ده ملوش لازمه عندي، عايز بقى اقفل الشكل بتاعي، الخط ده خلاص ديليت مش اي لازمه عندي، عايز اقفل الشكل بتاعي لازم الاول اعمل سبليت للخط ده، عشان لو ما قسمتهوش هيتقطع. لو انا بعمل ايه؟ فلت له، ترم له، هقول له ده مع ده خلاص يقفل كده مع ده، واقول له ده مع ده خلاص بقى كده شكل السوليد بارت بتاعي موجود عندي. هقول له ايه؟ اوكي، ادينا رسمت اول سلاب عندي. بعد كده اخش ارسم السلاب الثانيه على طول دايركت، ارسم السلاب الثانيه بقى اللي هي الهول بلوك سلاب نفسها بقى اهو. اروح بقى من هنا ستراكشر، هقول له من هنا فلور، هختار الهول بلوك سلاب اللي انا عرفتها ده كده السوليد بارت، لا انا عايز سلاب ريب 28، اختار امر ريكتانجل واقول له من هنا لهنا بالشكل ده، وده كده اول اسلوب حضرتك متبعه بالشكل قدام ده. اتجاه الريبات طبعا احنا هنظبطه هناك في برنامج السيف باذن الله تعالى، لما انا اختار البلاطه دي وهغير الابعاد بتاعتها على برنامج السيف باذن الله. يبقى كده انا اول، ده اول اسلوب متبع يا باشمهندس في تعريف البلاطه اللي هو بلوك ستايل. سيادتك برضو بنفس الاسلوب هتعرف الريبات الموجوده عندنا وتبدا ترسمها هنا بمنتهى السهوله، ده المطلوب. ان شاء الله هاخد كمان جزء كده من السقف، هعمل برضو انا الابعاد بتاعته وكل حاجه، وبعد ما اطلعها اقول لحضراتكم الجزء ده مثلا، واقول لحضراتكم ازاي هنبدا نرسم الريبات بتاعتها ككاميرات زي ما برنامج الروبوت بيقراها، او برنامج ساب، او زي ما احنا كنا بنصممها زمان على انها كاميرا.